السلام عليكم حبايبي الحلوين شباب بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. متابعين الغوالي، حبايب قلبي، اليوم عندي كم سؤال حول السلسله الجديده مالت المونتاج. شنو رايكم بيها؟ شلون المونتاج؟ عجبكم او ما عجبكم؟ استمر على هاي السلسله الجديده او ابقى على القديم؟ او تريدون ابدي سلسله جديده مال مونتاج تحشيش؟ او تريدون الكل خلط، يعني كل فتره انزلكم حسب المونتاج، مره شو اسمه الطلق ويا النغمه، ومره اخليكم تحشيش يعني تنويع بالمقاطع الفيديو، وانتم تدلونون حبايب قلبي وما يكون خاطركم الا طيب. شو تريدون؟ انا حاضر حبايب قلبي. اذا تريدون شيء اكتبوا لي بالكومنت حول السلسله، حول اي شيء تطلبوه من عندي انا حاضر. انتم حبايب قلبي ومتابعين الغوالي، سواء كان شاب بنت طفل كبير صغير، الكل على راسي. فحبايب قلبي اللي اريده من عندكم شاهد مقطع الفيديو المونتاج الجديد، شاهد للاخير، ولا تنسى بالاخير لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعل زر الجرس، ولا تنسى اللايك، اهم شيء اللايك، لا مو اهم شيء، مو ضروري، بس يلا يلا اعطونا لايك. مع تحيات زيرو، هذه قدام. بس واحد بالبيت ذاك الازرق. راح له بوش 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 هذا قدامي. ارجع لللوبي. الو تسمعني؟ الو انا ما فهمت من وضعك، ما فهمت. ارجع لللوب حياتي. Yo, back.
اوكي ثانك يو.